انا اسم ديالي الترابي بوشعيب، منخرط بهذو الودادي منذ سنه 2013، وكان السبب اننا اللي دخلنا لهاد الوداديه هو واحد الوسيط عقاري، الوسيط عقاري اللي عطيناه مبالغ مختلفه ما بين 5000، كل واحد شحال عطى 5000 7000 درهم. هو اللي احنا في الاول جينا على اساس انها شركه هذه ماشي وداديه، اللي حتى جينا هنا عاد قلنا الديره هذه راه وداديه ولكن راه كتعامل مع الشركات والى اخره الى اخره، عطانا واحد الاسلوب اللي هو اسلوب ديماغوجي. ولكن اللي بغيت نزيد نشير ليه هو ان هذا كل مره كيماطلنا، يعني المره الاولى قلنا عامين، شويه عاود قلنا 4 سنين، شويه 6 سنين، شويه 8 سنين دابا، ولكن هاد الامور موقفه موقفه لحد الان، ما كاين لا بني لا هادي لا ديك، وسد علينا باب الحوار ما كيتحاورش معنا، وكيواجهنا بالتهديد والوعيد، الى درجه ان بعض الاخوان هنا دار معاهم دعوه قضائيه. يعني هاد السيد هذا ما عندوش اسلوب الحوار وما عندوش اسلوب انه يتواصل معنا، وكيهددنا، وحنا دورنا قمنا بدعوات قضائيه. الدعوه الشكايه الاولى وجهنا للسيد وكيل الملك كتعلق بالنصب والاحتيال وخيانه الامانه، والدعوه اخرى انها في محكمه مدنيه حكمت للاخوان في محكمه استئناف، حكمت لهم الصالح ديالهم. احتسينا واحتسينا على فلسطين اللي مشات لينا، احتسينا واحتسينا على فلسطين اللي مشات لينا. دابا هنا الاخوه كلها شحال عاطي؟ كاين 10، كاين 12، انا واصل مع 23، خمسة المليون ما عطيتش عليها لا ورقه لا جوج. ملي كيقول لك يقول لك خليها حتى الاخر غنزيدوها ولا نقصوها واللي بقى رجعوه، وهذا الشيء اخويا راه خارق القانون. حنا كنا ضحيه ديال النصب والاحتيال اللي عن طريق واحد الشركه عقاريه اللي وهمتنا في الاول بانه غادي تكون ساكن، يعني ماشي عن طريق شركه. ملي دخلنا لقيناها وداديه، ملي دخلنا الوداديه عندي انا لحد الان عندي 3 العقود، العقد الاول فيه مسايره الوداديه اللي كيقول لي انا عندي غير عقد بوعد بانه غادي ناخذ ابارتمون ديالي. من بعد درت مع عقد اخر اللي حدد لي فيه القيمه ديال الشقه اللي غادي تكون اقتصاديه 25 مليون. من بعد عاوتاني ولا كيصيفط لنا انذارات ديال الاداء على حساب الدفوعات. انا هذيك الوقيته اللي عندي العقد الثاني انا دافع عليه 13 مليون، خمسه خدها لي بدون توصيل، وثمانيه خدها بتوصيل. من بعد ملي صيفط لي عن طريق مفوض قضائي انذار باش نادي الدفعه الثانيه، اديته 8 المليون عبر عن طريق شركه بنكيه، شيك عن طريق شيك، وعدا لي عقد اخر اللي كيقول لي بان هذيك لابارتمون ما بقاتش سكن اقتصادي، غتكون سكن اجتماعي، وقدر المساحه، قدر ان المتر كاري اللي غادي يبيع اللي غيكون المنخرطين ب 5500 درهم، 5500 درهم للمتر كاري، واللي غير المنخرطين كنحددها هو ب 6500. هو دير واحد الفصل ديال الانسحاب، اذا انسحبتي خاصك تسنى الفلوس ديالك المينيموم 6 شهور، ولكن الاخوه اللي هنا 6 سنوات هما كيتسناو، دايرين انسحاب وكيتسناو في الرزق ديالهم وباقي ما خادوش. انا بالنسبه لي باقي ما دارش انسحاب، وتفاجات ملي وصلت لهذه الدرجه، تفاجات ملي شفت الشهادات الملكيه اللي عليها حجوزات كثيره اللي واصله تقريبا حتى 3 المليار حتى 4 المليار. تماك فين انايا نط قلبت على راسي، لقيت الاخوه ودنا هاد الاحتجاجات هادي باش نطالبوا باسترجاع الاموال ديالنا.